السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تبعوا معايا مقادير وطريقة التحضير ديال هاد الفطيرة إن شاء الله، أو البسطيلة. هانتوما تبعوا معايا مقادير. عندي الماء دافي هنايا واحد القدر ما عبرتوش، وعندي الملح، وعندي الخميرة ديال الحلوى، خميرة بيكين باودر 8 غرام، 3 معالق ديال الزيت. صافي، هادشي اللي غندير. وغادي ندير الطحين، صافي. انا خلي نحط هاد المكونات في البول ديال العجانه. صافي، غادي ندير دابا الطحين. ربعة ديال الفرصة، الزلافة هذه كاساس ربعة، وغادي نزيد واحد الكاس ديال الفينو كاس ديال الفينو صافي، وغنمشي نعجن. الا خاصو الطحين غادي نزيد الطحين. دابا غندي يتعجن، وغندوزو الخضر. عندي هنا البصله والفلفله، الفلفله عندكم الحمراء والخضراء والصفراء ديالها. انا درت داكشي كيف كان عندي. عندي هنا الفلفله والبصله والقرعه الخضراء، الكوزيت، وبعد دولتي ولا الكوسه، المهم القرقه الخضراء. هنا غادي نبدا بالفلفله، حيت البصله غنبدا دابا بالفلفله والقرعة. هي هذه غنمشي نقي هذه الفلفلة والقرعة، غنديرهم دقة واحدة بجوج. صافي، بعد ما قطعت الخضر عندي بصلة هنايا، غادي نديرها تشحر. غنديرها تحاوي بشويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه. هنايا كنرقد الشعريه الصينيه، هي هذه الماء السخون، وغنحطها على جنب حتى ترقد في الماء السخون. صافي، هنا غندي هاد البصله هذه تشحر، الخضر اللي قطعتهم هادو، الفلفله والقرعه. كنتمنى يكون الشرح مزيان. هنا زدت واحد خيط زوا، خيط زوا والقرعه كما كنقول لكم دائما راه كتبنن الخضر. خيط زوا كيطلق الحلاوه ديالو مع القرعه. هنا درت واحد جوج معالق ديال الزيت وواحد رشيشه الملحه، انا كنشحر فيهم هنا. زدت عليهم ديك الشعريه الصينيه على ديك الخضر اللي خلطت. هنا باقي ما ضفتش البصله، انا غادي نضيفها مازال. درت هنايا غير الفلفله وخيزو والجزر والقرعه. هنا ضفت البصله وضفت الزيتون، اسرعت شويه الفيديو. صافي، العجينه ديالي هي هذه، راه ما خمرات ما والو. صافي، درتها سرحتها على شكل بسطيله، عمرتها بدون فرماج بدون لحوم. نحط على واحده اخرى باش نلمطها مزيان.
كنتمنى الشرح يكون مزيان، راه الفيديو شويه جاني تزرب ليا شويه. هنا بيض صفر ديال البيضه، صافي غادي ندهن هذا بالصفر ديال البيضه. هاد الصفر ديال البيضه ما ضفت ليه حتى شي حاجه، هاد الفطيره جربوها كتجي لذيذه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. صافي دابا دهناها مزيان، ما غادي نديرولها حتى شي اضافات اخرى، يعني ما غندهنو ما غنرشوها لا بزنجان لا حتى شي حاجه. صافي مباشره نحطوها في الفران، وملي طيب ان شاء الله نتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي هو هذا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم كما قلت لكم، كتجي جديدة بزاف. نعاود الورقة ديال البسطيلة نديروها هادي نيت عجينة المسمن. أنا نقطع لكم واحد طريف، الموس كينزل فيها بسهولة، مقرمشة. هذه مزيانة في الوقت ولا العشاء ولا الغداء، خفيفة بالخضار بدون لحوم ولا أجبان ولا حتى شي حاجة. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول قواتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير على المشاهده وعلى المشاركه، كنتمنى الله تعالى يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم ان شاء الله.